عالم من العلماء يقول: كان في منطقتنا رجل مجوسي. تعلمون أن المجوس يعتقدون بوجود إلهين. في يوم من الأيام أنا قلت لهذا الرجل المجوسي: لماذا لا تسلم؟ تعال أسلم. فقال لي: أنا لم أجد في ديني شيء مو جيد، ديني دين جيد، فلماذا أرفض هذا الدين؟ أنا أظل مجوسيا. ولكن اعلم هذا الإمام الحسين اللي عندكم أنا هواي أحبه. الإمام الحسين يجذب حتى الرجل المجوسي، وأنا أحضر في مجالس الإمام الحسين وأبكي على الإمام الحسين وعلى مظلوميته. هذا الإمام الرضا اللي عندكم أنا هواي أحبه. وأنا في يوم من الأيام فكرت أن أذهب لزيارة الإمام الرضا. الإمام الرضا يجذب حتى الرجل المجوسي. يقول: شفت قافلة متحركة إلى مشهد، ما يعرفوني. أنا مرحت مع هذه القافلة ودخلت صحن الإمام الرضا وقلت: ما أدخل للداخل. ووقفت في الصحن وأخذت أشاهد القبة، المنائر، وشفت الأفواج البشرية تدخل إلى الصحن وتدخل منه إلى داخل الحرم. ما تمكنت أن أطيق، قلت: أنا جاي من بلدي إلى مشهد ولا أدخل حرم الإمام الرضا؟ ما يمكن. وقلت: لا إشكال في دخولي إلى الحرم، لأن أنا لابس جراب فالرطوبة لا تنتقل من بدني إلى أرض الحرم. يقول: دخلت داخل الحرم وأخذت أنظر إلى الضريح المبارك، ورأيت الناس يدخلون ويتبركون بهذا الضريح، يقبلون هذا الضريح، يمسحون أيديهم بهذا الضريح. يقول: فلم أستطع التحمل، فخرجت إلى الخارج واشتريت قفاز جفوف ولبستها في يدي، وجئت ومسحت يدي بالضريح من فوق القفاز حتى رطوبة يدي لا تنتقل إلى الضريح. هذا الإمام الرضا أنا هواي أحبه. الإمام الحسين هواي أحبه. وراح الرجل. يقول هذا العالم: بعد فترة جاءني أولاده، أولاد هذا المجوسي، وقالوا: البارحة مات والدنا هذا المجوسي، ولكنه أوصى أنه واحد منكم لا يلمس جنازتي ليتولى أموري كلها هذا العالم. يقول هذا العالم: ففهمت من هذا الكلام أنه بالنتيجة الإمام الحسين والإمام الرضا صلوات الله عليهما جرى هذا الرجل إلى الإيمان ومات مؤمنا. يقول: أنا أعلنت للمؤمنين: أيها المؤمنون تعالوا إلى تشيع فلان، وتولينا تغسيله وتكفينه وتحنيطه ودفناه في مقابر المسلمين. الإمام الحسين صلوات الله عليه له هذه القدره.